استفتحوا جلسة مثمنا وهو سلفنا ومشيخنا وبونا أجرادنا الله يدخل نيتنا في نيتهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية ونهل الفاتحة إلى روح سيد الإمام الشيخ محمد بن سعيد البوصيري صاحب البردة ومن أرواح والدينا ومشيخنا وأجرادنا ومن ننتسب لهم خصوصا سيد الإمام المهاجر الله محمد بن عيسى وسلم أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي وسلم على الأم الفقيه ومن انتسب إليهم أجمعين جميع سادتنا نبي عالم صغيرا وكبيرا ذكرنا وفى جميع أهل بيت رسول الله خصوصا سيدنا الإمام من الحبيب قد الأنفاس والأمين البراس والحبيب أمار عبد الرحمن الأطلس والشيخ المبارك سيدنا قد الإرشاد ومثل نبات البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب راتب الحمار بن علي الحداد وجميع سيدنا سيدنا الحداد أبو بكر بن الأطلس 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 أبو بكر بن طاهر الحداد الحبيب أحمد بن حسن الأنطاس الحبيب عنه بن الحجثم الحبيب عبد الله بن الحجثم الحبيب حسن محمد البهرون الحبيب علوي بن عبد الله الحداد الحبيب محمد بن محسن الأنطاس الحبيب قاسم بن البهرون الحبيب مصطفى بن البهرون ومشايخنا وأجدادنا مصنف كتبنا ورادنا الحبيب أشهر بن الأنطاس بن الأنطاس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالمغفرة وأمات هذه البلد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم في الجنة أن الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويسهل كل مطلوب ويفرج الكروب ويصلح القلوب ويقربنا إلى الحبيب المحبوب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي. فما لعينيك إن قلت اكفوا فاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا رقت لذكر الباني والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أوصفت لم تلمي. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم. محض للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. إن اتهمت نصيح الشيب في عذلي
والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. من ذا كتاب يجول مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها الدخان والسفر غير دمعة.
كسبت به نسل الذي عقومي أمرتك الخير لكن ما اجملت به وما استقامت فما قولي لك اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه قرى من ورمي وشد من سغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدني وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره وآياته عظاما نحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم يا
لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتاب ولم نهن أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آينة الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من عدن منطق منه ومبتسم لا يطيب لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله أبدا مولده عن طيب عنصره يا طيب Yeah.
الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط بالنقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق في الغار وصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من العطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي وللتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستنين لا تنكر الوحيا من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة لمني وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر الدهمي بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي
سرى البدر في داج من
الظلم وبت ترقى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى لم تدع شاوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم Yeah.
لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبني بمنظلم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معاجي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت. إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
بلين وفي قدر
Terakhir kita minta waktu, saya kira-kira mungkin sekitar 10 atau seperempat jam atau seperempat 15 menit atau lebih mungkin, baca qasidah terakhir penutup, baca qasidah Sayyidul Walid seperti kayak kemarin biasa. Pukulan lambat kayak barusan ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam.
Yeah.
Yeah.